الخادم. تمام، يبقى احنا دلوقتي بنقول ان احنا عشان نعمل متطلبات لازم يكون عندنا اباتشي سيرفر عشان يعمل ايه يا جماعه؟ رن للكود بتاع البي اتش بي. لازم يكون عندي ماي سيكوال سيرفر عشان ايه يا حضرات؟ عشان ايه؟ عشان نكريت من خلاله الداتابيز اللي احنا شغالين عليها. لازم يكون عندي برنامج اديتور، الاديتور ده بيعمل ايه؟ اديت لل HTML، لغه ال HTML اللي هي الهايبر تكست مارك اب لانجوج، اللي هي لغه الترميز زي ما احنا بنقول، اللي هي عباره عن مجموعه من التاجز، والكلام ده هيكون لقاء ان شاء الله 4 مين في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. طيب وقلنا يا حضرات يلزمني كمان ايه يا حضرات؟ يلزمني براوزر عشان اعرض الحياة اللي انا عملتها داخل ايه؟ داخل البراوزر. تعالوا كده نشوف احنا لو عاوزين نتكلم في الحلقة رقم 3 ديت على ازاي نهيئ البيئة بتاعتنا عشان نبتدي نشتغل على البرنامج او على الموقع اللي احنا عاوزين ننشئه. يبقى احنا دلوقتي عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين ان نعمل انستولينج للاكزامب. وقلنا ليه الاكزامب؟ احنا اتفقنا ان عندنا اكزامب، انا بذكركم بس، عارف احنا قلنا في عندنا مجموعة من الحزم زي اللي هي بتاعت اللينكس، اللي هي لام الاكزامب واللامب والمامب والايه يا جماعه والمامب. الوامب خاصه بالويندوز، اللامب خاصه باللينكس، المامب خاصه بالايه؟ بالاوبريتنج سيستم اللي اسمه ماك. تمام، احنا قلنا الاكزامب دي عباره عن يعني نقول حزمه فريده حبه، ان هي بتشتغل على اكتر من اوبريتنج سيستم، اكتر من نظام تشغيل. يعني هي ممكن تشتغل بدل اللامب وبدل المامب وبدل ايه حضرات وبدل المامب. تمام، يعني ممكن اشغلها على اي نظام تشغيل سواء كان لينكس ماك ويندوز، اي اوبريتنج سيستم نقدر نشتغل عليه، فاحنا نقدر نشغل البروجكت ده ونشتغل من خلاله. طب احنا اتفقنا احنا لما نشغل الحزمه ديت وظيفتها ايه الاساسيه؟ قلنا وظيفتها الاساسيه ان هي بتحول المكنه بتاعتنا لاي حضرات؟ لسيرفر، اللي احنا بنقول عليها اباتشي سيرفر او ايه يا جماعه؟ او ماي سيكوال سيرفر، الاثنين سوا، يعني اباتشي سيرفر وماي سيكوال سيرفر. يعني ايه؟ يعني انا هرن الكود بتاعي اللي انا بكتبه بالبي اتش بي، وهرن الايه يا حضرات؟ او اقدر اكاري داتابيز واقدر اعمل عليها كونكت واقدر عليها اشتغل زي ما احنا بنشوفه باذن الله تعالى في اللقاء اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. يلا كده نشوف احنا نعمل الكلام ده ازاي اثناء شغلنا على المكنه بتاعتنا. تعالوا كده نشوف النهارده. طبعا احنا بنقول احنا في اللقاء الثالث، اللقاء الثالث اللي احنا شغالين من خلاله. تمام، اللقاء التالت ده يا حضرات اللي هي الحلقة التالتة، يعني خلاص الحلقة التالتة ديت احنا عايزين نتكلم عليها زي ما احنا بنقول كده، ان احنا نعمل ايه يا جماعة؟ نعمل انستولينج للايه؟ اللي هي متطلبات ومرحلة انتاج الايه؟ الشغل اللي احنا عاوزين نعمله. احنا لازم نعرف ان احنا قاموس مصطلحات الكمبيوتر المصور له 3 مراحل اساسية احنا نشتغل من خلاله. اول حاجة احنا هنصمم الصفحات بتاعتنا، تاني حاجة ان احنا يا حضرات هنحدد المتطلبات وهنصمم كل ده، وبعدين هنعمل مرحلة انشاء الايه يا حضرات؟ مرحلة انشاء قاعدة البيانات، وبعدين مرحلة انشاء الايه؟ الصفحات بتاعتنا اللي احنا اتفقنا عليها، اللي هي صفحة الايه؟ صفحة السيرش، صفحة الديليت، وصفحة الابديت، وصفحة الايه حضرات، وصفحة الانسيرت، وصفحة يعني جميع الاندكس بتاعتنا اللي هي صفحة الهوم بيج بتاعتنا اللي احنا شغالين من خلال. يبقى كل الصفحات في المرحلة الثالثة اللي احنا نشتغل من خلال. يلا كده نشوف احنا لو عاوزين نعمل انستولينج لمين يا حضرات؟ عاوزين نعمل انستولينج للشغل بتاعنا هنعمله ازاي؟ تعالوا كده نشوف. انا استاذنكم بس ان احنا هنصغر ده عشان نوصل للبرنامج بتاعنا اللي احنا نعمله، وهي الحزمة بتاعتنا اللي احنا شغالين من خلال. الحزمة ديت هي موجودة اهي يا جماعة. طب استاذنكم برضو نكبر الموضوع حبه، نكبر الشاشه بتاعتنا حبه عشان نشوف الاسم الملف بتاعنا اللي احنا شغالين من خلاله. ادي الحزمه بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين كده حضرات، الحزمه اللي احنا هنشتغل عليها اللي هي الاسم ده خلاص اكزامب وين 32 ام. تمام، نكبر حبه كمان عشان الدنيا تكون واضحه. اهي يا جماعه دي اسم الحزمه اللي احنا شغالين عليها اللي هي الاكزامب وين 32 5 اللي هو 563، والفيرجن بتاعها انستولر اي اكس اي. انا هضغط على دي دبل كليك، مجرد ما اضغط عليها دبل كليك ايه اللي يحصل حضرات؟ مجرد ما اضغط عليها دبل كليك فهروح على طول مباشره ان ايه حضرات؟ هلاقي نفسي شغلت الايه؟ الانستولينج. الانستولينج هيكون شكله ازاي؟ استاذنكم بس هنشوف الكلام ده بالمنظر ده يا جماعه. معلش انا عشان خاطر اعمل انستولينج للكلام ده فهياخد وقت كتير. اول ما ادوس على الملف ده، على الملف بتاع الاكس اي اللي احنا اشتغلنا عليه ده دبل كليك، ايه اللي يحصل حضرات؟ هيظهر لي كلمه ايه يا جماعه؟ اللي هي البيت نيمي ديت، وبعدين يبتدي يظهر لي الشاشات اللي انت شايفها بالمنظر ده. الشاشه الاولانيه هقول له نيكست، هيظهر لي الشاشه الثانيه واقول له نيكست، هيظهر لي الشاشه الثالثه وهقول له نيكست، هيظهر لي وهكذا الشاشات زي ما انت شايف بالمنظر ده، الى ان نصل الى ايه حضرات؟ الى تشغيل الاكزام اللي هي المرحله دي. تعالوا نشوف. يبقى انا بس طبعا الكلام اللي حضرتك بيبقى روتيني حبه مش له لازمه ان احنا ايه؟ ان احنا نقدر نضيع في وقت كتير، لكن انا بتكلم دلوقتي على ان احنا ايه المشاكل اللي ممكن تواجهنا مع الاكزام. اولا الاكزام في 2 فيرجن منه، الاكزام بيشتغل على الويندوز 8 وويندوز 7، وفي فيرجن تاني شغال على الاكس بي اللي هو موجود داخل المدارس بتاعتنا كلنا. الفيرجن اللي هو بيشتغل داخل المدارس ما بيحصلوش، اللي هو اللي بيشتغل على الويندوز اكس بي انا اقصد، او المدارس اللي فيها الاوبريتنج سيستم اللي هو الاكس بي حضرات،
فيلزمني ايه يا حضرات؟ يلزمني ان انا اشغل، بس اروح واخد الفولدر بتاعنا، اخد الفولدر اللي احنا شغالين من خلاله كده يا حضرات، اخد الفولدر اللي احنا شغالين من خلاله الفولدر بس، واروح حاطه داخل ايه يا جماعه؟ داخل البارتيشن سي مباشره كده بالمنظر ده، وكده حضرتك هيكون شغال من هنا على طول مباشره، هحطه من غير ما اعمل له انستولينج خالص. يعني ايه؟ يعني هلاقي فولدر معمول له رار، او الملف بتاعنا اللي اسمه اللي هو رار ده يا حضرات، الملف الرار ده انا بفكه. فكه يعني ايه؟ يعني هو اصلا مضغوط، معمول له كومبريس كده، هعمل له ايه يا جماعه؟ او انزب، يعني زي ما احنا بنقول كده، هيروح مفكوك ونحطه فين؟ نضع هذا الفولدر اللي احنا عملناه ده، هنروح واضعينه فين؟ في البارتيشن اللي اسمه سي، على الروت بتاع السي، وابتدي اشتغل من خلاله زي ما احنا هنشتغل دلوقتي. يعني خلينا كده نميز عشان بس الموضوع يبقى واضح في اذهان الناس كلها. احنا نقول النسخه بتاعت الاكزام المتخصصه في الاوبريتنج سيستم الاكس بي، هنعمل ايه؟ هنفك الضغط بتاع الملف اللي عندنا ونضعه فين؟ ونضعه داخل بارتيشن سي، على الروت بتاع البارتيشن سي، وبعدين نشتغل عليه مباشرة من غير ما نعمله انستول. يعني هو من غير انستول هو كده شغال، اتفقنا على ذلك؟ طيب النسخة اللي عندنا اللي احنا شغالين من خلالها مع الاوبريتنج سيستم 7 او 8 او 8.1 10، الكلام ده كلياته نشتغل عليها ازاي؟ لازم نعمل انستولينج للنسخة دي. عملنا انستول او عملنا تثبيت ليه، اللي يحصل هتروح على طول مباشرة بعد ما عملنا الانستولينج من خلال الشاشات اللي احنا شفناها، اللي هي الشاشات ديت بس كده، نشوف تاني كده يا اساتذه، اهيت الشاشات ديت. يعني حضرتك مجرد ما اضغط دبل كليك اهو على الملف بتاعنا الاساسي، انا مكبر عشان حضرتك تشوف، ادي الملف بتاعنا اللي احنا شغالين عليه اهو يا حضرات، اهوت حضرتك لو انت شفت كده هعمل لك مارك عليه كده بالمنظر ده، الملف اللي انت شايفه ده، خلاص نقدر نكبر اسمه حبه عشان حضراتكم، يعني شويتين كده عشان حضراتكم تشوفوه، اهوت اسم الملف بتاعنا اهوت، صح كده حضرات؟ مجرد ما عملت الكلام ده ايه اللي يحصل؟ ها هيروح ظهر لي على طول مباشره الايه يا حضرات؟ الشاشات اللي احنا شغالين من خلال، هتظهر مثلا الاول اختيار اللي هو البيت نيمي ده، وبعدين على كده على هذا الاساس هيبتدي يشتغل ايه يا حضرات؟ مجموعه الايه؟ الشاشات بتاعتنا اللي احنا شغالين من خلالها، نقدر نعمل انستولينج ونمشي مع الايه؟ مع السكرينز المختلفه ديت الى ان نصل الى يا حضرات؟ لمساله التشغيل. مساله التشغيل ديت في الحالتين هتبقى شبيهه ببعضيها، بمعنى ان الحاله الاولانيه لما يكون لما نشتغل على لما نشتغل على الاوبريتنج سيستم الاكس بي، يبقى ما يلزمنيش ان انا اعمل انستول اللي هي المساله اللي احنا شفناها دلوقتي السابقه دي. طب لما انا يكون النسخه بتاعتي ويندوز 8 او ويندوز 8.1 هعمل ايه؟ هعمل ايه يا اساتذه؟ لا يبقى يلزمني ان انا اعمل ايه يا حضرات؟ اعمل انستولنج بالشاشات اللي احنا عملناها، يبقى الاكس بي من غير انستولنج، الاكس بي الويندوز 8 7 8.1 وهكذا، يلزمني اعمل ايه يا جماعه؟ اعمل انستول للنسخه بتاعتي او للشغل بتاعي اللي احنا شغالين من خلاله. تمام. طيب انا دلوقتي عملت انستولينج وخلصت، ايه عاوز اشغل بقى الشغل بتاعنا، عاوز اشغل بقى واشوف الدنيا شغاله ازاي، وايه وظيفه البرنامج ده، ونشتغل عليه ازاي، والكلام ده كله. مساله بسيطه خالص، انا هعمل ايه؟ هعمل راننج للبروجكت بتاع او للبرنامج بتاع اللي انا شغال عليه ده، اعمله راننج ازاي؟ اما حضرتك تروح رايح على قائمه ستارت، ستارت ديت ايا كان شكلها، احنا شغالين دلوقتي على ويندوز مين يا جماعه؟ 8 او 8.1، ايا كان شكل الستارت، لو كان ويندوز 7 هتلاقي شكلها زي كده، لو كان ويندوز 8.1 هتلاقي شكل الايه يا جماعه؟ المنظر بتاع الستارت بتاعنا بالمنظر اللي انت شايفه ده، تمام، زي ما موجود قدامنا على الشاشه، تمام، هتحرك لحد لما اوصل لمين يا حضرات؟ لحد لما اوصل لمين يا حضرات؟ للاكزام كنترول اي اكس اي اللي هو ده. طيب انا ممكن برضو حضرتك تشوف برضو شكل الملف اللي احنا هنشغله اهو يا حضرات، احنا هنشغله من اكتر من طريق، الاكزام كنترول بانل، مجرد ما اضغط على ده كده كليك هيروح شغال، يبقى ممكن اشغله منين يا حضرات؟ من قائمه ستارت زي ما انت شايف بالمنظر ده، ممكن اشغله من قائمه ستارت بالمنظر اللي حضرتك شايفه، دي قائمه ستارت بالنسبه لمين يا جماعه؟ بالنسبه للاوبريتنج سيستم اللي احنا بنقول عليه اللي هو الويندوز 7 او 8 او 8.1. طب لو ويندوز اكس بي تاني بكرر تاني، لا انت حضرتك هتشغله على طول من داخل الفولدر، تقدر تعمل له شورت كات بالطريقه التانيه اللي احنا نقدر نشتغل من خلال. تعالوا كده نشوف لو احنا عاوزين نشغلها بقى بالطريقه التانيه نعمل ايه يا حضرات؟ بمنتهى البساطه انا هروح ضاغط كده حضرتك على ارجع تاني الديسك توب زي ما انتم شايفين بالمنظر ده، واروح رايح على مين يا جماعه؟ على ماي كمبيوتر، ماي كمبيوتر، اضغط على ماي كمبيوتر دبل كليك، دبل كليك كده حضرات، فتح لي الماي كمبيوتر، هلاقي عندنا البارتيشن سي بالمنظر اللي انت حضرتك شايفه ده، هضغط عليه دبل كليك، هلاقي حضرتك اسم الفولدر بتاعنا اللي هو الاكزام، يبقى برضه بكرر تاني، اذا كان الشغل على الاكس بي فانت حضرتك هتفك الملف ده، هتفك الملف المضغوط عند حضرتك وهينشئ لك الفولدر اللي زي الاكزام بالمنظر ده. لو كان الشغل بتاع حضرتك اهو يا جماعه، برضه نركز كده تاني،
اهو تاني معنى، شايفينه ده ولا اكبر كمان حبه؟ طيب ماشي حاضر، اكبر كمان حبه اهو بالمنظر ده كده يا حضرات، خلاص اللي هو الفولدر اللي اسمه اكزام ده. الاكزام ده يا حضرات زي ما احنا بنقول هو الفولدر اللي عملت له انستولنج من خلال الملف بتاع الانستول بتاع الاكزام اي اكس اي اللي احنا قلنا عليه اللي هو 6.5.3. تمام، بعد كده حضرتك مجرد ما تفتح الفولدر ده هتلاقي فيه مجموعه الايه يا جماعه، مجموعه الملفات اللي احنا شغالين من خلالها، اهي المنظر بتاعنا اللي احنا شغالين من خلاله ده يا جماعه. حضرتك هتلاقي اسم الملف اللي احنا عملناه اللي احنا اشتغلناه او اللي احنا اشتغلنا عليه من خلال قائمه ستارت، يبقى ممكن تشغله من خلال قائمه ستارت، ممكن تشغله من خلال ايه تاني، من خلال نخش على داخل الفولدر نفسه او ندخل على الفولدر نفسه ونبتدي ندور على الملف اللي اسمه يا حضرات اسمه اكزام كنترول اي اكس اي ونبتدي نشتغل من خلاله. تمام، ممكن نشغله تاني، ممكن اعمل برضه تاني، ممكن نعمل حضرتك ندوس على ده كليك يمين كده ونروح رايحين حضرتك على مين، على الاختيار اللي احنا بنقول عليه اللي هو مثلا سند تو، هيظهر لي قائمه هقول له حضرتك اعمل لي ايه يا جماعه، كرييت شورت كات على الديسك توب، هقول له كرييت شورت كات على الديسك توب. شايف الاختيار ده؟ الاختيار ده يا جماعه معلش عشان بس الدنيا كلها تكون كلها واضحه، مجرد ما اعمل كرييت شورت كات على الديسك توب بتاعي ايه اللي يحصل؟ هتلاقي حضرتك مباشره على الديسك توب بتاعي ايه اللي حصل يا حضرات؟ ظهر قدامي يا حضرات شورت كات للملف بتاعنا اللي احنا نقدر نشتغل من خلاله اللي هو ده، اللي هو ده برضه اهو. ونكبر برضه تاني عشان حضراتكم تشوفوا اهوت يا جماعه دي اس شورت كات بتاع الملف بتاعي اهوت، لاني ممكن على طول مباشره ابتدي اعمل راننج لمين؟ للاكزام من خلال ده. مجرد ما اضغط على ده دبل كليك، تعالوا كده نصغر عشان الدنيا تكون باينه قدامنا كلنا، مجرد ما اضغط على ده دبل كليك كده حضرتك مباشره شغال لي مين؟ شغال لي الاكزام اللي بنسميه اكزام كنترول اهو، ادي الاكزام كنترول بتاعنا بانل، عارفين البانل؟ تمام، عارفين البانل اللي احنا بنقول عليها دي يا اساتذه؟ البانل دي عباره عن اللي هي لوحه التحكم، بمعنى اصح لوحه التحكم دي وظيفتها اللي هي الاساسيه، وظيفتها ان انا اتحكم في الاباتشي واتحكم في الماي سيكوال، تمام كده؟ يبقى اني في الاباتشي والماي سيكوال اللي انا عملته دلوقتي ان انا اتحكمت فين يا جماعه؟ اتحكمت في الايه؟ في الاثنين، يعني انا عملت لهم دلوقتي راننج، طب انا عاوز اشوف ايه الوظيفه اللي عملت لهم راننج ليها؟ يعني ايه؟ يعني ايه الاباتشي ويعني ايه ماي سيكوال؟ الماي سيكوال خاصه بالداتابيز اللي انا من خلالها هقدر اشغل الداتابيز بتاعتي. طب والاباتشي؟ الاباتشي مش احنا اتفقنا ان عندنا كود، الكود ده بيتكتب من خلال لغه البي اتش بي، واتفقنا ان اي لغه في العالم لازم يحصل لها كومبايل. الكومبايل اللي بيحصل للغه ديت يا جماعه، مين اللي بيعمل كومبايل للكود بتاع البي اتش بي؟ هو الاباتشي. تاني عشان حضراتكم تكونوا يعني الدنيا مظبطه معانا، حضرتك انا لما رنيت الاباتشي ورنيت الماي سيكوال، رنيت الاباتشي سيرفر والماي سيكوال سيرفر، خلاص الاباتشي سيرفر والماي سيكوال سيرفر ايه اللي يحصل؟ ان كده لما رنيتهم يبقى البرنامجين الاثنين دلوقتي شغالين. طب لما يكونوا شغالين ايه اللي يحصل؟ يبقى معنى ذلك ان انا دلوقتي ممكن في استطاعتي انني اشتغل على قواعد البيانات بتاعه الماي سيكوال، وممكن انني اكتب كود ورنه من خلال اباتشي سيرفر. يبقى الاباتشي سيرفر والماي سيكوال سيرفر دول عشان يمانجوا الداتابيز، وعشان اللي هي الماي سيكوال سيرفر والاباتشي سيرفر ده عشان خاطر حضرتك يعمل ايه؟ ايوه يعمل كومبايل للكود بتاع البي اتش بي اللي احنا هنشتغل بيه البروجكت بتاعنا اللي احنا عاوزين نشتغله ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب انا عاوز بس حضرتك تلقي نظره كده على الموضوع عشان الموضوع يكون ايه؟ يكون بالنسبه لنا كلنا ظريف وكويس. تعالوا كده نشوف. اول حاجه الاباتشي سيرفر شغال على زي ما انت شايف كده على اثنين بورت، بورت 80 وبورت 443، والماي سيكوال سيرفر شغال على بورت. يعني ايه بورت يا جماعه؟ اللي هو المنفذ اللي من خلاله، لان احنا بنعتبر خلي بالك الاباتشي سيرفر هنا في الوضع ده حول المكنه بتاعتنا من مكنه عاديه، من مكنه كلاينت لمكنه سيرفر. طب وليه انا بعمل الكلام ده؟ ليه انا عملت الكلام ده؟ عشان اني اتست الكود بتاعي، لان المفروض الاكزام ده يا جماعه بيران على مين؟ بيران على السيرفر البعيد، بيران على السيرفر اللي انا عملت هوستنج للويب سايت بتاعي. طب انا هنا لما شغلت الاكزام عملت ايه؟ عملت حولت الجهاز بتاعي اللي هو الكلاينت بتاعي، الجهاز بتاعي اللي انا شخصيا شغال عليه، الى جهاز سيرفر. سيرفر ده يعني ايه يا جماعه؟ يعني اقدر اشتغل من خلاله او ارن من خلاله الكود بتاع البي اتش بي من غير ما يكون سيرفر. لو كان كلاينت يبقى الجهاز بتاعي مش هيقدر ان هو يرن مين يا حضرات؟ يرن الكود بتاع البي اتش بي، ولا هيقدر يشتغل على الايه يا جماعه؟ على الماي سيكوال اللي احنا بنقول عليه. يبقى لازم حضرتك لما تشغل الاكزام كنترول، لما تشغل الاكزام كنترول يعني معنى ذلك ان انت حولت المكنه بتاعت حضرتك لمين يا جماعه؟ حولت المكنه بتاعت مين حضرتك لمين؟ لسيرفر. يبقى الجهاز بتاعك دلوقتي شغال سيرفر، شغال سيرفر يعني حضرتك تقدر ترن من خلاله زي ما احنا بنقول اللي الشغل بتاعك. طب لما يكون سيرفر مش بيطلع كل المدخلات بتاعته من خلال بورتات مخارج يعني؟ اه بيطلعها. البورت بتاعنا اللي بيشتغل على الاباتشي هو 80 و443، والبورت اللي بيشتغل مع الماي سيكوال كام يا جماعه؟
33006 تمام، اللي هي 3306 تمام. طب نفترض ان في مشكله، نفترض ان في سوفت وير تاني شغال على اي بورت من البورتات ديت، هتعمل ايه؟ هتشتغل ازاي؟ حضرتك في عندنا حاجه بيسموها داخل او بند على طول الاباتشي، هتلاقي موجود عندنا حاجه بيسموها الكونفيجريشن او الكونفيج. الكونفيج عارفين الكونفيج يعني ايه؟ يعني انت حضرتك من خلال دي تقدر تعمل اعدادات للايه؟ للبورتات الخاصه بمين؟ الخاصه بالاباتشي والخاصه بماي سيكو. تعالوا كده نضرب مثل او نشوف حاله معينه. حضرتك لو انت لو هنا في مشكله هتلاقي على طول حضرتك تحت هنا مكتوب، بدل الكلام ما هو شكله واضح كده وما فيش اي مشكله فيه خالص، هتلاقي فيه بعض الرسائل اللي بيكون لونها دايما ايه يا جماعه؟ لونها دايما ريد احمر يعني كده تمام. حضرتك هتعمل ايه؟ هتروح دايس على الايه؟ على الكونفج كده. مجرد ما ضغطت على الكونفج كده كليكه، ايه اللي يحصل؟ خلاص هيظهر لي زي ما انت شايف كده يا جماعه رساله، هيقول لحضرتك اني ممكن افتحك الاباتشي بتاعت مين حضرات؟ الاتش تي تي بي دي الكونف تمام. الملف ده عباره عن ملف نصي، مجرد ما اضغط عليه كليك كده يا جماعه هيروح فاتح لي ملف نصي بالمنظر اللي حضرتك شايفه. بالمنظر ده ملف نصي مفتوح في النوت باد العادي خالص اهو يا جماعه، ادي نوت باد عادي خالص، يعني مفيش اي مشكله فيه. يعني حضرتك مش تقول والله الموضوع صعب ولا حاجه، اقدر حضرتك انني انا يعني اتحرك عشان اشوف البورد ده موجود فين في الملف بتاع الكونفج ده يا جماعه. هلاقي البورد بتاعنا موجود في المكان ده يا جماعه، اهو الملف ده كده حضرتك اهو في المكان ده، وادي اللايسند بتاعتنا بالمكان ده يا جماعه تمام. يبقى انا كده حضرتك اقدر انني احدد البورت بتاعي، ان هنا 80 في مشكله اقدر اغير البورت ده، بدل ما يكون 80 اقدر اكتب اي ايه؟ اي رقم انا عايزه، مثلا اقول له 80 80 مثلا بالمنظر ده كده، او حضرتك تقول له والله عايزه يبقى ايه؟ يبقى بورت 81 82 83 لحد لما تحل المشكله، تجيب بورت يعني غير مستغل او غير موجود عندنا عشان نبتدي نقدر نشتغل عليه، عشان ما يحصلش مشكله او يحصل كونفليكت مع البورتات مع الايه؟ مع الديفايسز المختلفه. بعد ما اخلص الكلام ده هقول له كلوز، وبعدين ايه حضرات؟ وبعدين اقول له ايه؟ سيف زي ما احنا بنقول كده. يبقى كده المفروض لما اجي اعمل ستوب يعني اعمل ستوب كده واعمل له رن، هيروح شغال على البورت الجديد. انا طبعا ما غيرتوش عشان ما عنديش مشكله، فانا مش هعمل ايه؟ مش هعمل مشكله خالص. انا كده هعمل ستوب للماي سيكول، هعمل ستوب يا جماعه للاباتش. مجرد ما عملت له ستوب يبقى كده هتلاقي شكله هنا ما فيش لون اخضر زي ما انتم شايفين كده، ولا هتلاقي فيه بورتات مستغله في الايه يا جماعه؟ في الاباتشي ولا الماي سيكول. لو انا قلت له ستارت هنا وقلت له ستارت، على طول هو بيروح شغال على البورتين دول، يعني المخارج بتاعت السيرفر بتاعته هتشتغل على البورتين اللي احنا شايفينهم بالمنظر ده تمام. طيب طبعا كده خلاص، مجرد ما عملت لهم ران كده اصبحوا شغالين معايا مفيش اي مشكله خالص. طب انا عاوز اشوف الكلام ده موجود فين. حضرتك لو انت رحت على البرامج المقيمه اللي موجوده عندي حضرتك، ضغطت عليها كده حضرتك زي ما انت شايف كده بالمنظر ده، هضغط كليك عليها كليك، هلاقي حضرتك ادي شكل مين يا جماعه؟ شكل الاكزامب اهو. لو ضغطت كليك يمين عليه هلاقي ايه حضرات؟ الايه؟ الاباتشي راننج اهوت، والايه يا جماعه؟ والماي سيكوال راننج. اقدر اعمل ستوب هنا، اقدر اعمل له ستوب كده، يعني مجرد ما اقف كده حضرتك وادوس كده ستوب، يبقى كده حصل له ايه يا حضرات؟ حصل للماي سيكوال ايه يا حضرات؟ كليك يمين تاني اهو يا جماعه، وبعدين اوقف هنا على الاباتشي واقول له ستوب. يبقى انا كده وقفت مين يا جماعه؟ وقفت الايه؟ وقفت الاثنين سيرفر اللي احنا بنقول عليهم بالمنظر ده كده حضرتك. لو حضرتك روح تضغط على ده برضو كليك يمين كده، هلاقي ادي الاثنين هم واقفين، يعني ما عادوش شغالين، ما عادش حصل لهم مش راننج. لو انا عاوز اعمل له راننج او عاوز اعمل للاباتشي راننج، هروح واقف بنفس النظام، اتحرك لحد لما اوصل للاباتشي واقول له ستارت. يبقى انا كده عملت ستارت للاباتشي اهو يا جماعه كده يا جماعه، واقول له ستارت ماشي. يبقى كده عملت ستارت لمين؟ للاباتشي. نفس النظام يا حضرات، هضغط كده وكليك يمين واروح رايح ادي الاباتشي اشتغل اهوت، واروح ضغط على مين يا حضرات؟ على ماي سيكوال، عملت له راننج. في اي اشكال الان؟ الدنيا زي الفل اهي، ما فيش اي مشكله خالص، والدنيا واضحه وسهله وزي الفل خالص. طب حضرتك عايزين نتاكد الموضوع ده شغال، انا اروح كده حضرتك رايح كده بنفس المنطق كده حضرات ماشي، واروح واقف على مين يا حضرات؟ على الاكزام، هلاقي الاباتشي سيرفر والماي سيكوال سيرفر شغالين. طب يعني ايه شغالين؟ تعالوا كده استاذنكم صغر حبه عشان نقدر نشتغل كويس تمام. يعني ايه شغالين؟ يعني الاثنين دلوقتي اصبحوا اكتف، يعني الجهاز بتاعي دلوقتي اتحول لجهاز سيرفر، سيرفر يشغل الماي سيكوال وشغل ايه يا جماعه؟ وشغل ايه حضرات؟ يشغل الايه؟ الماي سيكوال، وشغل الاباتشي اللي هو بيرن الكود بتاع البي اتش بي تمام. انا عاوز دلوقتي اشوف تجربه عمليه. انت بتقول لي هو شغال، انا عاوز اشوف حضرتك والله هل هو شغال ولا مش شغال؟ شغال. طب انت تثبت لي ازاي؟ احنا اتفقنا ان عندنا كام برنامج عشان نشتغل على المشروع بتاعنا؟ عندنا ثلاث برامج اساسيه، ايه هما؟ الاكزام، ان احنا عملنا انستولنج للحزمه بتاعه الاكزام، شغلنا الاباتش وشغلنا الماي سيكول مش مشكله خالص. جينا حضرتك قلنا والله اللي عندنا البرنامج التالي اللي احنا لازم نكون شغالينه، اللي هو البرنامج الايديتور بتاع الاتش تي ام ال اللي احنا هنشتغل عليه ان شاء الله السنه دي، اللي هو ايه حضرات؟ اللي هو الاكسبريشن ويب ان شاء الله تمام. طيب والبرنامج الثالث اللي هو البراوزر. يبقى البراوزر ده عشان ايه؟ عشان اعرض الويب سايت بتاعي. ما هو ما ينفعش انا كتبت الكود وشغلت كل حاجه لكن ما عرضتش الكود بتاعي.
هعرضه ازاي؟ هعرضه من خلال البراوزر. طب البراوزر بتاعنا ممكن يكون ايه؟ اي براوزر، يعني اي براوزر عند حضرتك تقدر تشتغل عليه، يعني معمول له انستولينج على المكنه بتاعتك. ممكن تشتغل على الانترنت اكسبلورر العادي خالص بتاع الويندوز، ممكن تشتغل على جوجل كروم، ممكن تشتغل على ايه يا جماعه، على الفايرفوكس، ممكن تشتغل على اي حاجه، على مثلا اي براوزر حضرتك تقدر تشتغل من خلاله. طب حضرتك انا لو رحت شغال مثلا على جوجل كروم بالمنظر ده، انا ضغطت على جوجل كروم كده اكليك، ايه اللي حصل؟ حضرتك على طول شغال لمين يا حضرات؟ شغال للبراوزر بتاعي. البراوزر ده طبعا انا هنا اوف لاين، يعني عشان بس حضراتكم مش تقولوا ده جوجل، ده من الهيستوري بتاع البراوزر بتاعي، تمام؟ ماشي تمام. انا دلوقتي لو رحت جاي حضرتك انا هنا وعاوز اشتغل مثلا على لوكال هوست بتاعتي، يعني انا عاوز اقول له تمام، اقول له لوكال هوست بالمنظر ده كده حضرتك، وروح اضغط ايه حضرات؟ وروح اضغط انت، ايه اللي حصل؟ انا عاوز حضرتك تشوف كده معايا المنظر اللي احنا شغالينه ده، ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ ده دي السيرفر اللي احنا اشتغلنا عليه. حضرتك لاحظ كده حضرتك، انا بس هكبر الحركه عشان تشوف. اهو يا جماعه اكزام فور ويندوز، لو حضرتك في اكزام فور لينكس، اكزام فور ماك، يعني اي اوبريتنج سيستم طالما الاكزام ده الاكس دي بتوعني، اي كاركترز خاص باي اوبريتنج سيستم على حاجه، لو لينكس يبقى ال، لو ويندوز يبقى الدبليو، لو مش عارف الماك يبقى الام، وهكذا زي ما احنا قلنا السيشن اللي فات. تمام، هك هنا هتلاقي حضرتك اد اكزام هوستنج، يعني ده عباره عن اكزام للهوستنج بتاعت الويب سايت اللي احنا شغالين من خلاله. يبقى حضرتك دلوقتي انا عرفت ان دلوقتي انني فعلا انا دلوقتي حولت الجهاز بتاعي لمين يا حضرات؟ لسيرفر. السيرفر ده اقدر اعمل له كل التحكمات اللي انا اقدر اشتغل عليه، يعني اقدر اعمل اتحرك اشتغل على السكيورتي بتاعته، الستس اللي شغال عليها، الدوكيومنتس اللي انت الدوكيومنتيشنز بتاعته، ممكن اشتغل على اي حاجه، ممكن اشتغل على داتابيز زي ما احنا نشوف ان شاء الله رب العالمين. يعني اصبح الجهاز بتاعي شغال من خلالي او من خلال عملان الاستورنج اللي احنا عملناه بالمنظر ده. طيب يبقى احنا كده خلصنا الجزئيه الاولانيه، تعالوا كده نلقي نظره احنا عملنا ايه في عجاله كده بامر الله تعالى. اللي احنا عملناه يا حضرات ان احنا عملنا الاستولينج انستولينج لمين؟ للاكزام. ولما عملنا انستولينج للاكزام معنى ذلك ان احنا حولنا المكنه بتاعتنا لايه يا جماعه؟ المكنه بتاعتنا لمين؟ لسيرفر. يبقى اصبحت اباتشي سيرفر واصبحت ايه حضرات؟ ماي سيكوال سيرفر. يبقى المكنه دلوقتي شغاله معايا بالمنظر اللي احنا حضراتكم شايفينه دلوقتي. عشان اتشيك ان المكنه اشتغلت ولا ما اتشغلتش، احنا شغلنا طبعا الايه؟ الاكزام كنترول من خلال، ممكن نعمله من خلال ثلاث حاجات، من خلال قائمه ستارت. طب نفكر كده، انا قلت حته معينه كده، قلت والله لو كان الاكزام بتاعنا خاص بويندوز 7 ويندوز 8 8.1 10 اي شيء لازم نعمله انستولنج زي ما احنا شفنا. طب النسخه اللي خاصه بالاكس بي، لا انت مش بتعملها انستولنج، انت بتاخد الملف الرار اللي موجود ده حضرتك وتفكه وتحطه داخل مين؟ داخل البارتيشن اللي اسمه سي. لمجرد ما تضعه داخل البارتيشن اللي اسمه سي تقدر تشتغل على اكزام كنترول عادي خالص وتظبط الدنيا، مفيش اي مشكله خالص بنفس الاسلوب اللي احنا عملناه ده. تمام، طيب انا مجرد ما اعمل الكلام ده كده حضرتك يبقى اصبحت المكنه بتاعتي مستعده ان هي تشتغل على اي شيء. طيب ايه الجزئيه الثانيه اللي مطلوبه عندي؟ تمام، الجزئيه المطلوبه عندي الثانيه انني ايه يا حضرات؟ انني اشغل الايديتور بتاعنا اللي احنا بنشتغل من خلاله بتاع الايه؟ بتاع اللي احنا بنقول عليه الايديتور بتاع ال HTML. انا هشغل الايديتور بتاع ال HTML اللي احنا اتفقنا عليه اهو يا جماعه عشان بس كلكم تشوفوه. تمام، اللي اسمه ايه يا حضرات؟ اللي اسمه مايكروسوفت اكسبريشن ويب 3 او 4 او الفيرجن اللي عند حضرتك، ده ما يهمناش. حضرتك ممكن تشتغل على اي اديتور تاني، ممكن تشتغل على اي اديتور تاني، ممكن تشتغل على مثلا النوت باد مفيش مشكله خالص، ممكن تشتغل على اي نسخه موجوده عند حضرتك، تخش على النت وتسيرش، لان شغلنا زي ما احنا اتفقنا كله اوبن سورس مفيش اي مشكله فيه خالص، لكن احنا معانا لايسنس من مايكروسوفت فاحنا بنشتغل على النسخه بتاعتها. بس لاحظ وانت بتعمل انستولنج للمايكروسوفت اكسبريشن ويب لازم يكون عند حضرتك دوت نت فريم ورك، يعني حضرتك هو يطلب منك من النسخه اللي عند حضرتك ان هو عاوز الدوت نت فريم ورك بتاعه الفيرجن اللي شغال من خلال. تمام، يبقى احنا دلوقتي مجرد ما اعمل الكلام ده كده حضرتك، يبقى لو ضغطت كليك كده حضرتك هبتدي احمل الاكسبريشن ويب زي ما انت شايف بالمنظر اللي احنا ايه اللي احنا شايفينه ده. تعالوا كده نشوف بس في عجاله كده الدنيا. تمام اهوت، هنحمل الاكسبريشن ويب وايه يعني الدنيا هتكون شغاله ازاي والمنظر هيكون ازاي والدنيا هتكون ان شاء الله رب العالمين متظبطه خالص. طيب مجرد ما عملنا الكلام ده وحملنا الاكسبريشن ويب اهو بالمنظر ده ان شاء الله، هنشوف في الحلقه اللي جايه ان شاء الله ازاي نقدر نتعامل وازاي نقدر نفتح الكلام ده وازاي نقدر نشتغل من خلاله. احنا خدنا ايه النهارده؟ بركز تاني وبقول تاني ان احنا عملنا او بنهيئ البيئه بتاعتنا عشان تشتغل على المتطلبات بتاعي، المشروع بتاعي، البيئه بتاعتي تبقى صالحه عشان اعمل المشروع بتاعي. ايه المتطلبات؟ اتفقنا احنا عندنا ثلاث متطلبات اساسيه. برنامج يشغل لي يحول الجهاز بتاعي لسيرفر اللي هو الاباتشي سيرفر ماي سيكوال سيرفر. ليه؟
عشان اتست الكود وابتدي اشتغل على الداتابيس بتاعتي وكاري الداتابيس واعمل كل حاجه، يبقى لازم اعمل الكلام ده. طب نفترض الويب سايت بتاعي انا عملت له، كتبت الكود بتاعه وعملت له هوستنج على ويب سايت بعيد، يلزمني ان انا اعمل الكلام ده؟ ما يلزمنيش، مش مشكله خلاص. يبقى انا مش لازم ان انا يكون المكنه بتاعتي سيرفر، لان انا هستغل السيرفر بتاع مين؟ بتاع المكان اللي انا عملت هوست من خلاله. تمام. طيب انا بعد ما عملت الكلام ده كلياته، ايه اللي يلزمني بعد كده؟ والله يلزمني ان انا اعمل ايه حضرات؟ انني اشتغل على برنامج اديتور عشان اشتغل على اتش تي ام ال اللي احنا هنشتغل عليها ان شاء الله دلوقتي، يعني اثناء شغلنا في البروجكت بتاعنا. طيب ويلزمني ايه تاني؟ يلزمني براوزر. البراوزر ده ان انا من خلاله اقدر اعمل ايه حضرات؟ اقدر اعمل استعراض للشغل اللي احنا عملناه. يعني احنا كتبنا الكود وحولنا المكنه، طيب اتفقت ان اني لو رحت عملت الشغل بتاعي كلياته عشان اشغل البروجكت بتاعي، يبقى لازم اكتب ايه يا حضرات؟ برافو عليكم، لازم اكتب لوكال هوست. يعني ايه لوكال هوست؟ يعني انت عملت بابليشنج للويب سايت بتاعك، عملت هوستنج للويب سايت بتاعك، بس لوكال على المكنه بتاعت حضرتك. يبقى لازم تكتب قدام الويب سايت بتاعك، يعني قدامه خالص، يعني في الاول خالص تكتب لوكال هوست سلاش وتكتب اسم الويب سايت بتاعك وتدوس انتر اذا كانت الايه؟ ليك هوم بيج زي ما احنا هنشوف ان شاء الله. خلاص؟ الكلام اللي احنا عملناه ده كلياته كلام شيق وجميل جدا. وطبعا الوقت معاكم بيمر بسرعه صراحه، وبسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لكم كده ان شاء الله. واحنا عايزين يعني نتابع الحلقات وعاوزين نكون في اهتمام حبه، مش بس للطلبه بتاعوت الصف الثاني الثانوي، لا انا عاوز كل الناس اللي مهتمه بالبرمجه واللي عاوزه تتعلم بي اتش بي وماي سيكوال تكون متابعه معانا، وده هيكون فيه استفاده قويه ان شاء الله لكل الناس. ونامل من الله عز وجل ان هو يحرس مصرنا الحبيبه ويرعاها بفضله وكرمه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.